السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم افل، ومعكم طارق كما جرت العاده اللي كنقبلكم على العروض العقاريه المتميزه. اول حاجه باش غادي نبدا هي انني غادي نبارك لكم رمضان مبارك سعيد لجميع المشاهدين من داخل المغرب وخارج المغرب، الناس اللي كيشاهدونا من طنجة حتى القويرة، الناس اللي كيشاهدونا من جميع بلدان العالم. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة إن شاء الله. إذن اليوم غادي نقوم بالوصف ديال واحد الشقة فاخرة ولكن فيها واحد لافينيسيون اللي فاش كتدخل ليها هادئة باردة، كتحس بواحد الراحة النفسية زعما حقيقة. راه كنوصف لكم الشعور ديالي في كل شقة كندخل ليها. هاد الشقة فيها مساحة ديال 107 متر مربع زائد 9 ديال الأمتار ديال لاكوغ. بالنسبة لهاد الطبق اللي كنصور هو اللي فيه لاكوغ، هو الطبق الأول. مي قبل ما غادي ندوز نوصف لكم كل حاجة، اللي تاب الانتباه ديالي وأنا داخل هاد العقار هو هاد الزليج اللي ما شاء الله قليل فاش كنشوف، ولا نقدر نقول لكم عمرني ما شفتو في العقارات اللي قمت بالتصوير ديالهم، اللي هو الزليج من نوع الماط. الزليج اللي ما كيبانش فيه الغبره، هذه اول حاجه اللي تارت الانتباه ديالي. كما كتشوفوا الارض ديال هذه الشقه هذه راه مسدوده وفيها كيكونوا فيها زيارات ديال الزبائن اللي باغيين يشوفوا، ومع ذلك راه ما تيبانش الوسخ في هذه الارض هذه. في الماط بحال شي طوموبيل اللي دوزت عديك وهي كتكون ماط، ماشي بحال وحده اللي هي كتبري. نتمنى يعجبكم هذا النوع هذا. حتى الجوان ديالو اللي تصاوب فيه ما بانش، شتي راه فاش غادي تسيق وغادي تعطي واحد الديكور اخر. وبالنسبه لهاد الارض جات متناسقه مع البلاتينيه البيضاء، دابا هاد البلاتينيه بصاوبو بيضاء مع هاد الاناره هادي الخفيفه اللي كاينه في الجناب. كما كتشوفوا شوفوا لفي ديال هاد لي سبوت، ماشي افي بوغ لا لوميير ولا بالنسبه للضو، ما افي ديكوراتيف. شفتوه كيفاش كيجي في القنت، كيفاش كيضرب، كيفاش كيعطي داك اوفال بحال واحد الديكور، واحد لفي ديالو بحال اللي بيضاوي الشكل. دابا غادي نبدا بعدا من الاول باش غادي تعرفوا الفصاله ديال هاد الشقه. وانا غادي الباب كنقول لكم ما تنساونيش الضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك في القناه ديال افائل. اذا هذا هو الباب. اول حاجه هما المجبدات ديال الباب ديال النحاس، شوف كي دايرين داكشي كاليتي نقي بزاف، ما كتلقاش زعما في العروض بحالو. شو الديكور اللي داروا هنايا، هاد الديكور هذا غادي نوريه لكم بانه مدير حتى في السقف، ما عرفتش واش كيبان لكم الفوق كيفاش، ما غادي نعاود نزوم عليه فاش نصلح. اذا الباب ديال لونطري بقات في الدار ديالي. كما قلت لكم بالنسبه للمساحه ديال هذا العقار هي 107 متر مربع بالنسبه للطابق الثاني والطابق الثالث والرابع. لكن بالنسبه للطابق الاول تزاد فيه لاكور اللي هي 9 ديال الامتار اللي هو هذا، فيها لاكور ديالها واحد لابتيت كور. نزيدكم بان حتى السراجم دارهم بالحديد قادينهم دي بورت. نقدر نقول لكم دي فونيتر كبار بحال دي بورت فونيتر، شتي كون ما كانش الحديد راه ممكن تخرج من تما وتدخل لاكور. الروبيني كاين اعزكم الله، القادوس كاين ديالها، ممكن تنشر، ممكن دير امور اللي بغيتي باش تستغل هاد لاكور. ما قلت بالنسبه للبريمير ايطاج فيه 116 متر مربع اللي كنحتسبو لاكور. المطبخ هو هذا بواحد لاوت ماركه ايطاليا وستيل ايطالي كما كتشوفوا، لا بلاك والفران. اذا المطبخ عندنا هنا كنقولوا مطبخ ايكيبي عامر، هنا فيها لا بلاك لا اوت، البلاصه ديال لافيسيل، البلاصه ديال الثلاجه. علاش ما قلتش الماشين لافي؟ لان كاين لاكور ممكن تخرج لا ماشين لافي ديالك، سورتي ديال ليفاكياسيون مثلا بغيتي دير لا كليم تما، بغيتي دير مثلا اون اوت تراكورديها مع ديك الجهه، لان كيخدموا هاد لي اوت كيخدموا بلي فيتر وكيخدموا الا بغيتي ديكاجيها ديريكتومون لبرا. حاجه اخرى اللي غادي نزيد هي البلاصه ديال الشوفو، ممكن دير كومولوس بالضو ولا ديرها شوفو العادي اغاز. بالنسبه للافابو دايرينو كاستري، ما دايرينوش خارج الفوق، دايرينو تحت باش ما كيشربش الماء. هادو هما الحوايج اللي نقدر نهضر على المطبخ. وكاين خلاص لانترفون، هادو هما الحوايج المهمه اللي كاينه في المطبخ. اذا بالنسبه للثمن والمدينه، المدينه هنا كنهضر على مدينه مكناس، بالضبط الموقع على مقربه من حي ديال رياض الزيتون في حي رياض الزيتون بمدينه مكناس في وسط مرجان.
بالنسبه للحي ديال رياض الزيتون، راه من ارقى الاحياء في المدينه ديال مكناس، من الاحياء الجديده الزوينه النقيه اللي كاينين فيهم جرادي، كاين كذلك فيهم مثلا كاين السويقه، كاين المواصلات اللي كيطيح الانسان، كاين مدارس سواء بريفي ولا بوبليك موجودين كاين قراب. دابا انا دخلت للغرفه الاولى. بالنسبه للغرفه الاولى بالنسبه للعرض ديالها كبير، واحد جوج ثلاثه اربعه ديال الامتار على ولا اربعه الخطوات على واحد جوج ثلاثه اربعه. ممكن تكون هذه الغرفه غرفه ديال الجلاس، ولا ممكن تكون غرفه ديال الوليدات. حتى بالنسبه للسقف والالوان اللي تستعملوا، الالوان اللي هما سامبل خفاف ولكن باينه لا كاليتي، راه كتبان في الصنع. الا جيتو تشوفوا معايا غير الالومنيوم، انا غادي نجرب وتسمعوا. الالومنيوم دو كاليتي، ماشي شي حاجه اللي هي عاديه بالنسبه لي بريز. دابا غادي نقول لكم الثمن ديال هذا العقار، اللي هو بالنسبه للطبق الاول هو 71 مليون، وبالنسبه للطبق الثاني والطبق الثالث والرابع الثمن ديال 68 مليون. وهذا الثمن راه ممكن يكون هناك شيء ما متخفض، ولا من نقاش مع صاحب هذا العقار والفنان اللي بدا وانتج هذا العقار، هذا اللي كان سامبل ولكن زوين. شوفوا استرجم معايا شحال كبير ديال العقار اللي كيضوي على الصالون كامل، ما كنهزش ريدوني اللي كيطلع الشعاع، ما كيخليش تبان الديكور مزيان، لان راه بالعين راه ماشي هي بالكاميرا. غنوقف هنا في الوسط ديال الصالون باش نوريكم واحد الحاجه، الطريقه اللي دار باش فصل ما بين الصالون والسجور، خلى هذا هو الصالون المغربي. شوفوا الديكور ديالو الفوق، هذا هو الصالون المغربي، وهنا دار هذا السجور، فصل ما بيناتهم هنايا في الوسط باش دار الصالون والسجور. هذه اللي فكره رائعه، فكره رائعه، وكنحبها وكنتمنى يشوفوها بزاف ديال الناس اللي في المجال. يعني باش تطلق صالون كبير هنا، باش تطلق صالون كبير راه ما حتى التفريشه ديالو ما كتجيش هي هذيك. مثلا الا جيتي وقسمتيه درتي كان راه النساء راه كنظن يمكن غادي تكون عندهم حتى هما افكار، الا قسمتيه بهذه الطريقه هذه غادي يعطيك واحد الجمال ديال الدار ديالك. كاين جي مربع، الا وصلتي لهاد البلاصه هذه وقسمتي الصالون مع السجو غادي يعطيك هنا صالون مربع، ما غاديش يعطيك داك الصالون بالطويل، سدادر طوال، بزاف ديال الطلامط، بزاف ديال الخدادي، بزاف ديال مي العكس. الا درتي صالون ودرتي لهاد كانابي ولا بلا تابيسخي ولا، راه غادي يعطي شيء اخر، البلاصه ديال التلفازه قدامي في الامام ديالي. كما قلت بالنسبه للثمن هو 68 مليون، بالنسبه للطبق الثاني والثالث، بالنسبه للطبق الاول 71 مليون، وممكن يكون هناك شيء ما من النقاش. عرض اللي في مدينه مكناس، عرض متميز، متميز زعما بصالح العباره. غادي ندخل باش غادي نوريكم دابا الغرفه ديال الوالدين. دابا انا كنتوجه للغرفه ديال الوالدين. اول حاجه كنشوف الابواب، ابواب اللي هي ملسا ليس، لان الكاليتي باينه ديال العود كيفاش دايره. وانا غادي كنلقى اول حاجه على يدي ديال اليسر هو الدريسينغ، دريسينغ بطريقه بحال اللي كتشوفوا في الحوانات وفي المحلات التجاريه، اوبن محلول بلي تيغوار ديالو، البلاصه ديال التقشرات، بلاصه ديال فين كدير الحويجات والعلاقه. نزيدكم هي طواليت ودوش، فوسط بيت النعاس، حمام داك الزليش ستيل اونغلي كما كنقولوا، دارو فكرو في الماء الا كنتي كدوش يقدر يخرج، دارو البلاصه ديالو بالرخام، طواليت ديال الطهاره حتى هي كاينه هادي. ونزيدكم بين الفاسك، فاسك فاسك سوسبوندو، كنهضر على فاسك سوسبوندو، هي مهزوز على الارض، تيلا طاح الماء ممكن تجفو، ما غاديش تبقى كدوز من لافابو كيبقى يجمع في داك لونغل ديال لافابو. راه بزاف الناس زعما كنهضر على شي حوايج تكنيك، كنحاول زعما نعطيكم اللي عندي اللي عرفت من معلومات، لان لافابو كيجمع الوسخ في داك لي زونغل ديالو. عندنا بالنسبه لغرفه الوالدين، غرفه بالضبط اللي كبير، داك الضو الخافت وراس الناموسيه اللي فيه تقريبا نحسبوها باش ما نقولوش تقريبا ديال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الأمتار ولا خمسة ديال الخطوات. نزيدكم كاين بالكون، وبالكون كبير، ما كنصورش البالكون لان كاين الشعاع، ما قلت لكم ما كيعطينيش الصور مزيان. والبلاصة ديال التلفزيون كاينة الفوق، كاين البريز، كاين لانستالاسيون، بغيتي ديرها لتحت بأمابل تحت با ولا أمابل أو وحدك، بلاصة ديال البريز وحدة أخر، كان عندك شي
شي حاجه. اذا غرفه اللي كانت رائعه، كنتمنى لكم هذه الشقه هذه، كنتمنى زعما من القلب ديالي لكم. ونزيدكم حاجه اخرى، هي ما تدخلوش عليا بالضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك في قناتكم افعل. عندنا وحده اخر دوش، وحده اخر وطواليت بنفس الطريقه اللي شرحت لكم، ما كاينش اختلاف ديال مالباس سوسبوندو، جليج اللي داير بحال الحجر جاج فيه هاد المواجه هادو، وزليج اللي كما قلت لكم زليج على ستيل اونبلي. بقات لينا الغرفه الثالثه، شوفوا ندخلوا نكتشفوا كي دايره هاد الغرفه هادي. اذا المفاجاه ديال الغرفه حتى هي كبيره بالبلاكارات، نزيدكم بلاكارات هادو راهم واجدين من الداخل. اهم الاشياء المدينه، مدينه مكناس، المساحه ديال 107 ديال الامتار، موقع مساحه ديال 107 ديال الامتار بالنسبه للطبق الثاني والثالث والرابع، وبالنسبه للموقع هنا كنهضروا على حيريه الزيتون، شقق ديال السكن الفاخر والممتاز، جات في موقع اللي جد جد ممتاز، قريبه للطاكسي الطوبيس اللي بغيتي كاين في هذا الموقع. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما عليه الاتصال او التواصل، الرقم ديالي اسفل الفيديو. نزيدكم هي الا كان عندكم حتى شي عقار وبغيتوا تحطوه في البيع، خدموا عليه بطريقه مهنيه واحترافيه، فنحن راه الاشاره ديال الجميع. انتهيت من الجوله ديالي في هذا العقار، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم كما عجبني. بصح زعما صراحه لان لقيتو سامبل، ما فيهش بزاف ديال الحوايج، ما فيهش بزاف ديال الالوان، فيه داكشي خفيف وهادئ. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في عرض مقبل بحال هذا ان شاء الله.